السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. نجح فريق المنامة في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم البحرينية، وذلك بعد تغلبه على ستر ب3 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد البحرين الوطنية ضمن منافسات الجولة 9 والأخيرة لمرحلة الذهاب من المسابقة. اللاعب اليومار دا سيلفا افتتح التسجيل لفريق المنامة في الدقيقة 46، وأضاف زميله فيليبي ألفاشال هدفه الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم مسعود قنبرة ثلاثية المنامة قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء. بهذا الفوز رفع المنامة رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد ستر عند 11 نقطة بعد تلقي الخسارة الثانية على التوالي. الكبير على أحبيل، على علي حبيب، علي حبيب، علي حبيب، علي حبيب، علي حبيب، الله. في المقابل وصل فريق الحدا صدارته للدوري بعد فوزه على البسيتين ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وحقق الرفاع الشرقي فوزا صعبا على الحالة ب3 أهداف مقابل هدفين. هذا وتختتم مساء اليوم منافسات الجولة 9 بإقامة مبارتين، إذ يلتقي الرفاع مع المالكية على استاد البحرين الوطني في الساعة 4:30، تليها مباشرة مواجهة المحرق مع فريق النادي الأهلي.